أهلا وسهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أقدمت مجموعة مسلحة تابعة لميليشيات الكرامة على قتل مدير أمن مدينة مرزق العميد إبراهيم محمد كري خلال اقتحام منزله بالمدخل الشمالي للمدينة فجر الخميس. وقال آدم دازي أحد أعيان التبو في مدينة سبها أن المجموعة التي اقتحمت منزل مدير أمن مرزق استولت على عدد من السيارات التابعة لمديرية الأمن ثم لاذت بالفرار. ووصف دازي في تصريح خاص للتناصح دور مجالس الأعيان والحكماء في المنطقة الجنوبية مما يحدث في مدينة مرزق بالمتفرج، مشيرا إلى أنهم سيعقدون اجتماعات مكثفة مع غرفة عمليات الكرامة لكبح جماح قبيلتي زوي وولاد سيمان مما يحدث في مرزق وفق قوله. أدانت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة اغتيال مدير أمن مرزق العميد إبراهيم محمد كري من قبل من وصفتهم بالمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، مقدمة في الوقت ذاته تعازي لأسرة العميد. الداخلية أكدت في بيانها المنشور صباح الخميس أنها سوف تلاحق الجناة وتقدمهم للعدالة وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه الجرائم حسب البيان، مضيفة أنها تستنكر استهداف رجال الأمن والشرطة والمؤسسات الأمنية بالبلاد. يذكر أن غرفة عمليات ميليشيات الكرامة أكدت دخول قواتها لمدينة مرزق الأربعاء بعد محاصرتها لعدة أيام. قتل 11 شخصا وأصيب نحو 20 آخرين جراء الاشتباكات العنيفة عند المدخل الشمالي لمدينة مرزق. وأكد مدير مستشفى مرزق محمد وامر للتناصح استقبال نحو 15 جريحا داخل المستشفى، مشيرا إلى أن حالات الجرحى متفاوتة الخطورة. وقال وامر أن الوضع الإنساني بالمستشفى يزداد سوءا جراء حصار المدينة، داعيا إلى إبعاد المواقع الحيوية عن التجاذبات والصراعات السياسية وفق قوله. أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك الخميس مؤتمرا صحفي حرص فايز السراج على حقن الدماء بالمنطقة الجنوبية وعدم حدوث أي صدام أو مواجهات بين إخوة الوطن الواحد بحسب قوله مهما كان الخلاف. وشدد السراج على ضرورة إبعاد المنشآت المدنية عن أي عمليات عسكرية وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر. ونقل السلاك عن السراج إصداره تعليمات لمصلحة الأحوال المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأمور الفنية والتأكد من سلامة المنظومة وقاعدة البيانات لما يمثله هذا الأمر من أهمية وتأثير على الأمن القومي للبلاد وفق تعبيره. أكدت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا أن بلادها تقدم كامل الدعم لفريق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. جاء ذلك بعد زيارتها للمقر الجديد للمفوضية رفقة عميد السائح بحسب تغريدة نشرتها السفارة الفرنسية على تويتر. ختام الموجز للقاء.